لو الحكايه فيها ان فيتو دخل. انا اتخانقت دلوقتي مع ناس والله. ايه اللي حصل؟ قلت لهم يعني مستنيين لما تتعمل زي سوريا ما تنزلوا، مستنيين ايه؟ مفيش فايده. عليك الشاب اللي هو مثلا قاعد مش من هنا، قلت له روح لي اي حته. انت متضايقه ليه؟ انا حاسك متضايقه كده عشان زعلانه على ان مفيش حد. ليه حضرتك شايفه غياب الشباب ده ليه مثلا؟ نعم الشباب حضرتك شايفه غيابه ايه السبب او ايه الرساله اللي توجهها له؟ اولادك نزلوا منتخب؟ مش وعي بعرفش. اولادك نزلوا منتخب؟ انا عندي ابني مهندس. ايوه نازل المنتخب. ايوه نازل، مفيش غير ولد واحد. لو عايزه تقولي بقى رساله للناس اللي ما نزلتش المنتخب تقول لهم المفروض ينزلوا عشان البلد ما تقعش. كفايه بقى، كفايه خلي الناس تشتغل والبلد تتعدل. كفايه اللي شفناه، احنا شربناه من كعنا وربنا موجود. هو ربنا بقى هو اللي هيعمل اللازم. في حاجه